السعودية الأولى بالشرق الأوسط بعلاج السرطان عن طريق تقنية البروتونات. الصين تجري فحص كورونا على الأسماك. التدخين والكحول أخطر سببين للسرطان في العالم. دراسة توضح كيف يشم البعوض رائحة البشر. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. تتسابق الدول طبياً في توفير تقنية العلاج بالبروتون على نطاق واسع في مستشفياتها، منها السعودية التي تحتضن مركزاً لعلاج أورام السرطان بتقنية البروتونات. هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وواحد من 20 مركزاً فقط في العالم، حيث أثبتت أغلب الأبحاث التي درست الأورام السرطانية أهمية علاجها بالإشعاع البروتيني، مؤكدة أنه من العلاجات الآمنة والواعدة نظير قدرته الفائقة على تفكيك الخلايا السرطانية، إلى جانب محدودية أثاره الجانبية، إذ أن معظم طاقة الإشعاع تنصب على الورم، ما يقلل من تأثر أعضاء الجسم الأخرى. بالبروتونات فتبقى سليمة من دون أدنى ضرر. بدأت السلطات الصينية إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بكورونا على الأسماك التي تم اصطيادها، وجرى تداول مقاطع مصورة لأخذ مساحات من الأسماك في مدينة شيامن الساحلية على نطاق واسع في الإنترنت في الصين، حيث أكد ممثل عن إدارة الصحة في شيامن أن السلطات لم تخضع الصيادين العائدين لاختبارات فحسب، ولكن أيضاً السمك الذي اصطادوا. وجاءت الخطوة بعدما أصدرت مقاطعة جيمي توجيهاً الشهر الماضي يؤكد الخطر من التجارة غير القانونية مع الصيادين الأجانب، وطلبت خضوع الأفراد والسلع للفحص. نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم ينجم عن عوامل خطر معينة، أبرزها التدخين والكحول. وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet والتي أجريت ضمن إطار تقرير عبء المرض العالمي، فإن 44.4% من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم تعزى إلى عامل خطر تم قياسه، فيما شددت الدراسة على أهمية التدابير الوقائية من دون أن تعتبرها حلاً يمنع المرض كلياً، وأن الوقاية يجب أن تتواكب مع التشخيص المبكر والعلاجات الفاعلة. توصل باحثون للآلية الكامنة وراء قدرة البعوض على شم رائحة البشر، بحسب دراسة نشرت في مجلة سيل العلمية ونقلتها صحيفة الجارديان البريطانية. يطلق البشر مزيجاً عطرياً من رائحة الجسم والحرارة وثاني أكسيد الكربون، وهو يختلف من شخص لشخص آخر، ومن خلاله يحدد البعوض وجهته التالية. وفي حين أن معظم الحيوانات لديها مجموعة محددة من الخلايا العصبية التي تكتشف كل نوع من أنواع الرائحة، يمكن للبعوض أن يلتقط الروائح عبر عدة مسارات مختلفة.